بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا ومنير دربنا، أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الحضور الكريم ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم أمامكم ونجتمع معكم معلنين تضامننا ومؤازرتنا الصادقة والمؤمنة بفرج الله وعدالته مع عائلة القائد أستاذ البصيرة المجاهد عبد الوهاب حسين، وعائلة الرمز المضحي الصابر الأستاذ محمد علي إسماعيل الرازحان في سجون النظام الخليفي المجرم، ليس لشيء سوى أنهم وقفوا بكل بسالة وشجاعة مع أبناء شعبهم مطالبين بالعزة والكرامة والتخلص من الطغيان الخليفي. نؤكد على وقوفنا معهم في وجه ما يتعرضون له من جور واضطهاد ظالم يمارس بحقهم، بدءا من الحكم عليهم بالأحكام الجائرة الانتقامية وتعرضهم للتعذيب، وصولا إلى منعهم منذ عدة أسابيع من الزيارات والاتصالات وكافة حقوقهم الإنسانية. لن نركع إلا لله، 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 لن نركع إلا لله. نحن إذ نتضامن معكم يا رموزنا الأبطال وقادة مسيرتنا وشعلة طريقنا الجهادي، كذلك نعاهدكم بأننا لن نتخلى عنكم وسنمضي في دربكم درب النضال والتضحية والرفض للظلم والطغيان الخليفي الإجرامي، كما نؤمن إيمان اليقين بأن هذه الأحكام الظالمة التي حكمتم بها ما هي إلا حبر على ورق وتنفيس عن الحقد البغيض تجاه المطالبين بالعزة والكرامة. ومؤمنون كذلك بأن حكم القهر والطغيان الخليفي حتما سينقشع إلى مزابل التاريخ كما انقشعت من قبلهم أعتى الأنظمة الظالمة في التاريخ، وسينبلج نور النصر الذي سيشع من قيودكم يا قادتنا الأسرى، من آهاتكم وعذاباتكم فتضحياتكم هي مفاتيح وبشائر الانتصار الإلهي الحتمي بإذنه تعالى. وما النصر إلا من عند الله. شباب النويدرات، الأحد
7 يوليو 2013.